السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو أنت مسحور تبقى أنت هنا في المكان الصحيح. هعمل لك رقية بإذن رب العالمين، هتخرج منك السحر المأكول وكل اللي أنت هتستخدمه، كوباية مية زي ديت وبيضة بس، وهتتوضى وهتستمع ليا في الدقائق اللي هقرأ فيها القرآن. طبعا يعني سبحان الله، الموضوع بتاع البيضة ده يعني موضوع ربما أن يكون أمر جديد عليك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. فما إن الرقية بتاعتي ما فيهاش أي شيء من الشرك أو أي صرف من عبادة الشيطان أو استغاثة بالشيطان، فهي رقية جيدة. طبعا البيضة ديت لو أنت شخص مسحور أو في بطنك سحر بإذن رب العالمين، كل ما عليك أنك أنت هتمسك كده وتقول بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل، وتضحك يدك وتغمض عينيك، وبعد ذلك يعني سبحان الله ستكسر هذه البيضة، هتلاقيها فسدت في ايدك، وهتبص تلاقي نفسك بترجع يا اما قبلها يا اما بعدها. فكل ما عليك انك انت يعني سبحان الله هتوحد الكريم جل وعلا، وهتحضر كوبات مية زي ديت، وكل ما عليك اذا كنت مسحور انك انت تحط بيضة زي ديت كده في ايدك وتغمض عينيك وتستمع ليها الان. اول حاجة حسبت لك اذا كنت شخص مسحور ولا لا في دقائق معدودة، ثم بعد ذلك اذا تبين عندك انك انت مسحور تابع معايا بقى الرقية. ممكن انك انت تغمض عينك لمدة دقيقة واحدة، وكل شخص غمض عينه يقول غمضت عينيه في التعليقات وهرد عليه، ويقول بسم الله توكلت على الله، ها غمضت، استمع ليا الان بقى للآيات ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. انتفخت بطنك، قول بسم الله، هتبص تلاقي بطنك الآن انتفخت. خد علامة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ها تجشأت. إذن كل ما عليك أنك أنت هتمسك بيضة زي ديت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا عليها رقاكم، هذه رقية أعرضها عليك، وبإذن الله لن تجد فيها أي شرك نهائيا. توضأ وقول بسم الله وضع هذه البيضة في يدك. هتقول لي ليه البيضة؟ لأن 90% من الصحراء يستخدمون البيض في سحرهم، فإحنا هنرد عليهم بإذن رب العالمين. مش هنكتفي بس بخروج السحر منك، سنرد هذا السحر على من أصابك به. وانت يعني سبحان الله لو لاحظت أن الشخص اللي أصابك بالسحر قريب منك سترى فيه آية بإذن رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يريك ذلك. دع البيضة في يدك وقول حسبي الله ونعم الوكيل، وقول بسم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وانفث ثلاث مرات بسم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، بسم الله،
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بسم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ثم أغمض عينك وضعها في يدك هكذا، تمام؟ ما تخليش الشيطان يتحكم في جسمك، خلاص؟ وما تخليش الشيطان يعني سبحان الله يتكلم على لسانك، غيبه نهائيا. تصور كده انك انت ماشي بعربية في طريق، وفي يعني سبحان الله حد بيحاول ياخد منك الدركسيون، لو سبت له الدركسيون ايه اللي ممكن يحصل؟ هيحصل حادث. فعشان كده مش عايزك تسمح للشيطان ولو للحظة او لثانية واحدة بس ان هو يغيبك عن الوعي. ثم بعد ذلك زي ما قلت لك، خلي البيضة في يدك هكذا واستمع لي في الدقائق المعدودة اللي جاية. أغمض عينك، واللي حط البيضة في إيده وجاهز الآن يكتب لي في التعليقات توكلنا على الله، ها؟ توكلنا على الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم يا ربنا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا
انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا،
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إما جعلنا في أعناقهم أغلالا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون يسحق كل عارض في هذه الأجسام خليك مغمض من مس أو سحر أو عين أو حسد للقدم اليسار تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة تنتفخ المعدة تنتفخ المعدة تنتفخ المعدة تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة يسحب السحر الأعلى يسحب للأعلى اللهم يا مخلص النفس من النفس يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي أخرجه يا كريم أخرجه يا كريم اللهم أخرج هذا السحر يا أرحم الراحمين اللهم أخرج هذا السحر يا أرحم الراحمين ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لافتدوا به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسحب كل سحر في هذه الأسم الماء. يسحب 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 من المعدة يسحب من المعدة يسحب من المعدة يسحب من المعدة يسحب السحر من المعدة الآن يسحب السحر من المعدة الآن يسحب السحر من المعدة الآن يسحب السحر من المعدة الآن. تسحب الألم اللي في الرأس تسحب الألم اللي في الرأس تسحب الألم اللي في الرأس تسحب الألم اللي في الركب تسحب الألم اللي في الركب تسحب الألم اللي في الركب تسحب الألم اللي في المفاصل تسحب الألم اللي في الظهر اللي في الرحم. تفك كل العقد بأمر الله تفك كل العقد بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفجرنا فيها من العيون 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 وفجرنا فيها من العيون. ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجرنا فيها من العيون. يسحب السحر اللي موجود في المعدة بأمر الله. يسحب السحر اللي موجود في المعدة الآن. يسحب 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 من المعدة يسحب من المعدة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا فالق الحبة والنوى يا فالق الحبة والنوى يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يا فالق الحب والنوى يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يا فالق الحب والنوى يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. اللهم أخرج كل سحر في أجسامنا يا أرحم الراحمين. اللهم أبطل هذا السحر يا أرحم الراحمين. يولع السحر في المعدة بأمر الله. يولع هذا السحر يولع 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 يولع. اللهم أرسل عليه صواعق من السماء تحرقهم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وشديد المحال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله. الماء اللي قدامك اللي كنت حاططها اشربها. أول مرة هتلاقيها مرة جدا في معدتك، لما تكرر الرقية دي في المرة التانية هتلاقي طعمها زي العسل. فكل شخص شرب الماء ولقاها مرة اكتب لي في التعليقات، هل الماء طعمها مر ولا طعمها حلو؟ أما بالنسبة للبيضة اللي أنت كنت ماسكها في إيدك أثناء القراءة، فالبيضة ديت لو كانت طازة وأنت مسحور ثق في الكلام اللي أنا بقوله لك وهتشوفه بعينك دلوقتي وتكتب لي في التعليقات، اكسرها هتلاقيها مششة وهتلاقي فيها ريحة مش كويسة، تعرف إن سبحان الله الشيطان اللي كان موجود فيك وزيله بأمر رب العالمين. قم دلوقتي اتحرك، هتبص تلاقي ركبك بتطج معاك، حرك ظهرك مش هتلاقي فيه ألم، وهتلاقي كل أعراض السحر اختفت من عندك. ها جرب، اكتب لي بقى في التعليقات ايه اللي حصل معاك، وانصحك انك تكرر الرقية ديت 7 مرات متتالية قبل ما تنام مباشرة، وبإذن الرحمن جل وعلا سترى عجب العجب، سيخرج السحر من معدتك. واللي خرج السحر من معدته من أول مرة يكتب لنا، وزي ما بقول لك أول مرة لما تشرب الماء هتلاقيها مرة، لما تكرر رقية مرة ثانية هتلاقي طعمها زي العسل. وجرب واكتب لي إيه اللي حصل معك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، 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 صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اجعلها على صفحتك وانشرها عندك، صلى الله يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يتقبلها اللهم آمين. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.